السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. اليوم الحبيبات ديالي جيت ندير لكم واحد الوصفه صحيه بالدرجه الاولى وخارجه من النظام، على النظام الغذائي ديالي المعتاد، يعني من نظام الريجيم الكيتوني. اذا اليوم انا هاد الشهر ندير بوز لوكور ديالي باش يرتاح من هاد النظام، وان ميم طون ندير له داك كما نقولوا حنا الصدمه، يعني غادي ياكل كل شيء، من بعد عاد كنعاود نرجع للكيتو باش نخسر اكثر. اذا اليوم عندي لي بات كوكياج غون فورما، انا نوريهم لكم البنات، خليتهم في البكيه باش نوريهم لكم. هما هادو شفتوهم كبارين، وسميتهم انا هادو ديال الاسبان لوماكوني. اذا هذا الحجم الكبير تلقاوه في الاسواق الكبيرة، تلقاوهم تمايا موجودين. اذا اليوم غادي نعمرهم بشوية الكروفيت والشامبينيون والبويرو والسوريمي. شنو عندي في لي زانغريديون ديالي؟ عندي بريسك 12 حبة ديال هذيك الكوكياجة ديال البات اللي سلقتهم في الماء مملح وشوية ديال الكنور لمدة 16 دقيقة وصافي. وعندي جوج ديال الكرات مقطع قطع صغيرة، البويرو مقطع قطع صغيرة، عندي جوج قضبان ديال السوريمي مقطع قطع صغيرة، عندي شوية ديال الزبدة بلدية، عندي حفينة ديال الكروفيت كونجلي، وعندي حفينة كذلك ومثال ديال الشامبينيون أخضر كونجلي، وعندي جوج بيضات، عندي شوية ديال صوص بيكونت، وعندي توابل السمك، وعندي صوص صوجا، وشوية طوماط سوريز طوماط سوليس، وعندي شويه القشطه الطريه والفرماج. اذا فوتوا معايا كاملين طريقه تحضير الوجبه ديالنا الصحيه واللذيذه والبريستيج اون ميم طون. بالمناسبه البنات هذه كنقدروا نقدموها في مع لا سلاد، لا سلاد رويال كنكلك زيني بها الطبق ديال لا سلاد ديالك للضيوف. يلا حبيباتي فوتوا معايا دابا طريقه التحضير. اذا درت له شويه ديال المليحه كندير هذه اللي كنت قلت لكم ديال الهيمالايا الورديه. دابا غادي نضيف الشامبينيون. هذا البنات كيتباع كونجلي ولكن اخضر ماشي مصبر، ما فيهش مواد حافظه، طبيعي يعني كونجلي. حوالي معلقه كبيره ونصف غادي نضيف شويه الكروفيت، ما خصنيش يطيبو بزاف، خصني يبقاو شويه كروكون. وغادي نضيف سوريمي، غادي نضيف نتوما حسب اش كتبغيو في بالنسبه لاصوص بيكونت، يعني الصلصه الحاره الشفطه حيت كاين معايا اخوات مصريات. حيت الحوت ضروري خصو يكون شويه بيكون، يكون شويه حار. دابا البنات غنزيد لهم شويه توابل السمك، خصنا ما نكثروش التوابل باش تبقى لنا النكهه ديال الكروفيت في الاكل ديالنا. بشويه كذلك مثال ندير صوص الصوجا واحد هذه، ديك صوص الصوجا اللي عاقده شويه، ماشي ديك الجاريه، هذيك كتقر. صوص الصوجا كتبنن بزاف السمك. هادو وصفات اللي كيكونوا بنان وزوينين وصحيين.
نزيد شويه. اذا نخليها تعرق شويه ونرجع لكم. انتما معايا هادشي ولايان. اذا الان غادي نزيد شويه ديال صوص طوماط، غير شويه ماشي بزاف البنات. كتعطيها واحد البنه زوينه رائعه بزاف. وغنزيدها في واحد المعلقه ديال القشده الطريه اولا جوج. حيت عاد ندير شويه في البيض. واش كتعقد صدقوني البنات، راه كتجي هائله بزاف، تجي بنينه بزاف 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 بزاف. هذه تقدو تقدموها كعشاء للضيوف، ولا كي قلت لكم ديروها في لي سالاد رويال، تقدموها لصحبه لي سالاد اللي كتقدموا للضيوف ديالكم. اذا الان نزيد لها شويه تطبخ وغنطفي عليها وغادي نعمر بها الكوكياجات ديالي. وانتم معايا. اذا الاخوات دابا راني بديت كنعمرهم الكوكياجات ديالنا. كناخذوا لا كوكياج ديالنا وكنعمروها صافي، وكتحطيها سهله مهله كمسا. انا درت طبق صغير حيت ما بغيتش ندير طبق كبير بزاف، وغادي نبقى ندخل دوك لي مقطعين ودوك لي مهرسين حتى حاجه ما كتضيع. من بعد كلشي كيتوكل. فوالا كنقد لهم البلايصات فين غادي يكونوا. واخا مهرسين البنات كنعمرهم، هادو كنديرهم في الجناب. فوالا ونبقى هكذا البنات حتى نكمل كامله العقده ديالي. واللي شاط ما معمرش كنخشيه بين لتحت ولا فهمتوا على الجناب ولا، المهم ما نضيعوا حتى حاجه. حنا الاساس ديالنا هو اننا ما نضيعوا حتى حاجه، ما نرميو حتى حاجه، كلشي يتوكل. بقات هاد الاخيره خلينا عندي مهرسين غنديرهم في الجناب، ومن بعد غادي ندير لهم البيض والقشده الطريه والفرماج وندخلهم الفران. ديجا قلت لكم البنات بان المول دهنتو بالزبده، صافي. اذا عمرت الكوكياجات ديالي كاملين، غنشوف لا فين نخشيها. فوالا. وبالنسبه لهادو البنات غير خشيوهم يعني لتحت، ماشي مشكل، غيجي فيهم الفرماج كيجيو بنان. بالنسبه للاطفال راه غادي يحماقوا عليهم، راه سيتين بات اللي معمره. يلا حبيباتي دابا غادي نعدل لاصوص اللي غادي ندير الفوق منها البيض والقشده والفرماج وندخلها الفران. انا كيف قلت لكم ما كنديرش التوابل في الحوت باش كيبقى لي ديك المذاق ديال نتاع الحوت. اذا غادي نخوي القشده ديالي صافي البنات، وغادي ندير لها
شويه ديال لا موزاريلا. الموزاريلا عندي محكوكه في الفران في الكونجيلاتور البنات، حيت كتجيب بزاف ما كنبغيهاش تخسر. كنحكها وكنديرها في الميكات ونديرها في الثلاجه في الكونجيلاتور تبقى مزيان. نزيدها شويه د الفرماج اصفر ادام كيعجبني المذاق ديالو. هذا ديروه في العشاء ولا ديروه في الغداء كما بغيتو. تمشي عليها كلها باش تدخل فيها. صافي ندخلها الفرن البنات وديك الساعه نوريها لكم كي توجد. شو لاين هانتوما معايا؟ غراتان ديالنا واجده البنات، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. لي غروند لي بات غروند كوكياج ديال لي بات معمرين بالكروفيت والسيريمي والشامبينيون والقشده الطريه والبيض. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نمشي نحق نقدمو على المائده. قطعت طروسو وهانتوما معايا. اذا صديقاتي هو هذا الغداء ديالنا، هانتوما كيجاو لي بات ديالنا هائلين بزاف. قدمتو مع لا سلطه والف صحه وهنا معمرين ما شاء الله. لازم ياكلهم معمرين بالكروفيت وكل شيء. وجبه كامله وصحيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. يلا حبيباتي مع السلامه. باي باي.